السلام عليكم ورحمة الله. بعد زمان موسى بقرون عديدة تغير بنو إسرائيل، فضل منهم فريق وانحرفوا عن الطريق، بل وعبد بعضهم الأصنام، فخذلهم الله سبحانه وتعالى، وسلط عليهم الأعداء والجبابرة والعماليق، فطردوهم من ديارهم، واحتلوا أرضهم، واستحلوا أموالهم، وسبوا نساءهم وأبناءهم، بل وسلبوا ما هو أعظم، سلبوا التابوت الذي فيه السكينة والذي كان يقدم في كل حرب، وكان فيه بقايا ألواح موسى وآثار من موسى وهارون. فاجتمع الوجهاء والأشراف من بني إسرائيل يبحثون عن مخرج من هذا الضيق، ونزل قول الله تعالى: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. ألم تعلم أيها الرسول قصة الوجهاء والأشراف والرؤساء من بني إسرائيل من بعد زمان موسى عليه السلام؟ وكان ذلك بعد موسى بقرون، حيث كان داود ما زال صبي ولم يكن ملكا ونبي، فوجدوا أن الخير كل الخير أن يكون لهم ملكا يجتمعون تحت قيادته ويقاتلون في سبيل الله خلف رايته. فاختلفوا وتنازعوا من يكون الملك، فرأوا أن يذهبوا إلى نبيهم ليولي عليهم ملكا منهم. ولكن من ذاك النبي؟ ولماذا لم يذكر اسمه؟ لأن العبرة ليست في اسم النبي، وإنما العبرة في الدروس المستفادة من القصة. قال بعض المفسرين اعتمادا على الروايات الإسرائيلية: اسمه شمويل أو صموئيل أو شمعون، والله أعلم باسمه. فطلبوا منه أن يولي عليهم ملكا وقائدا للجيوش، لكي يستردوا مجدهم الضائع وعزهم المسلوب. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ وكان نبيهم أعلم بهم من أنفسهم، فقال لهم: هل الأمر كما أتوقع؟ إن فرض عليكم القتال في سبيل الله ألا تقاتلوا، فإني أتوقع منكم جبنا وفرارا من القتال. عرض عليهم العافية من القتال فلم يقبلوها، واعتمدوا على عزمهم ونيتهم. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. قالوا مستنكرين: وأي مانع يمنعنا عن القتال في سبيل الله وحالنا كما ترى، وقد أخرجنا من ديارنا وحيل بيننا وبين أبنائنا وفلذات قلوبنا، فهذا موجب لنا أن نقاتل، وإن كنا لن نقاتل الآن فمتى سنقاتل؟ فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. فلما فرض عليهم القتال مع الملك جبنوا وفروا من القتال إلا قليلا منهم، وثبتت تلك القلة المؤمنة الصابرة، وحازوا على شرف الدنيا والآخرة. والله عليم بالظالمين. والله عليم بالظالمين الذين نقضوا عهدهم وفروا من القتال حين فرض عليهم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا.
قليلا منهم والله عليم بالظالمين. دعونا الآن نناقش الدروس المستفادة من تلك الآية الكريمة. الحماسة وحدها لا تكفي، ولكن لا بد من العلم والرأي. ما خاب من استشار ولا ندم من استخار. العافية خير لك من البلاء، فلا تتمنى أبدا لقاء الأعداء. بنو إسرائيل لا يتفقون، وعند المواجهة يفرون. لا قتال إلا القتال في سبيل الله، وما النصر إلا من عند الله. ينصر القلة المؤمنة الصابرة على الكثرة الكافرة المدججة بالسلاح. الجهاد الشرعي لا يكون إلا تحت راية، فليس للفرد أن يجاهد منفردا. لن يرفع الذل والهوان عن الأمة إلا الجهاد في سبيل الله في الوقت المناسب. جزاكم الله خيرا. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. وقال لهم نبيهم إن الله قد أرسل إليكم طالوت ملكا إجابة لطلبكم يقودكم لقتال عدوكم. فكان هذا تعيينا من الله عز وجل، واجب فيه الانقياد والقبول وعدم الاعتراض. ولم يكن طالوت من علية القوم ومن أعيان بني إسرائيل، بل كان من عامة بني إسرائيل. كان رجلا دباغا، ولكنه كان رجلا ذو علم وذو رأي، رجلا مهيب، وكان أطول من كل أحد. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال كبراء بني إسرائيل كيف يكون طالوت ملكا علينا وهو لا يستحق ذلك؟ لأنه ليس من سبط الملوك ولا من بيت النبوة. وجرت العادة في بني إسرائيل أن يكون الملوك من نسل يهوذا ابن يعقوب، وأن يكون الأنبياء من نسل لاوى ابن يعقوب، وكان طالوت من نسل بنيامين ابن يعقوب. تعالت أصوات الملأ من بني إسرائيل وقالوا معترضين ومنكرين ومتعجبين، كيف يكون له الملك علينا ونحن أشرف منه نسبا؟ وفضلا عن ذلك فهو فقير لا يملك مالا، فكيف يكون له الملك علينا؟ ظنوا أن الملك يجب أن يكون بالحسب والنسب والمال، وهذا ظن فاسد. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قال لهم نبيهم إن الله اختاره ملكا عليكم، وهو سبحانه أعلم بأمور عباده، وزاده وفضله عليكم بسعة في العلم وقوة في الجسم، فوجب عليكم الانقياد والإذعان والطاعة، وأن يكون طالوت ملكا عليكم. والله يؤتي ملكه من يشاء. والله مالك الملك، يعطي ملكه من يشاء من عباده لحكمة يعلمها ولا نعلمها. يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والله واسع عليم. والله واسع الفضل والعطاء كثير الكرم، لا يخص برحمته وبره العام أحدا على أحد، ولكنه مع ذلك عليم بحقائق الأمور، لا يخفى عليه شيء، عليم بما كان وبما يكون، وعليم بمن يستحق الملك ممن لا يستحقه. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن
الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. ودعونا الآن نتأمل ما في تلك الآية الكريمة من فوائد ونستفيد منها. المعايير الصحيحة للاختيار هي العلم والكفاءة والقدرات، وليس الحسب والنسب والمال. اختيار الله مقدم على اختيار البشر. حكم الله دائما هو الخير المطلق، ليس بعد قول الله قول. العلم مقدم على ما سواه. والله يؤتي ملكه من يشاء، فاطمئن وارض بنصيبك. وأخيرا، هناك طريقين: طريق الكبر الذي سلكه إبليس وأعوانه، وطريق التواضع الذي سلكه المؤمنون. قال إبليس: أنا خير منه. وقال الملأ من بني إسرائيل: أنى يكون له الملك؟ أما المؤمنون فقالوا: سمعنا وأطعنا. فأي الطريقين سوف تختار؟ جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. قال الملأ من بني إسرائيل: طالوت ذاك الدباغ ملكا علينا، كيف كان أمر غريبا وعجيبا لم يحدث من قبل. أصاب الملأ من بني إسرائيل بالتعجب والدهشة والإنكار والاعتراض الشديد. كيف يكون ملك علينا وهو ليس من بيت النبوة ولا من سبط الملوك؟ وكان الملوك من سبط يهوذا ابن يعقوب، وكان الأنبياء من سبط لاوى ابن يعقوب، بينما كان طالوت من سبط بنيامين ابن يعقوب. وقال أثرياء الملأ من بني إسرائيل: طالوت الفقير الذي لا يملك شيئا من المال يكون ملكا علينا، أنى له ذلك؟ فقال لهم نبيهم: ذاك اختيار الله وليس اختياري، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم وقوة في الجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. فكان لابد من آية وعلامة ومعجزة حسية ليقبل بنو إسرائيل بملك طالوت. وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. وقال لهم نبيهم: إن آية وعلامة ملكه أن يأتيكم التابوت الذي سلب منكم من قبل. وكان التابوت ذا شأن عظيم ومكانة ومنزلة رفيعة عند بني إسرائيل. وكانوا إذا حاربوا قدموا التابوت أمام الجيش، فيكون ذلك سبب نصرهم. فلما تبدل الحال ببني إسرائيل وعصوا ربهم، سلب منهم التابوت وفقدوه زمنا طويلا. وبنو إسرائيل على مر الزمان قوم ماديون لا يؤمنون إلا بالأمور الحسية، والإتيان بالتابوت لا شك هو آية وعلامة على ملك طالوت عليهم. فيه سكينة للنفوس وطمأنينة للقلوب ورحمة وجلال ووقار من ربكم. وفيه بقية من أشياء تركها آل موسى وآل هارون. فيه التوراة، وفيه الرضاد وفتات الألواح التي تكسرت، وفيه عصا موسى وعمامة هارون، وشيء من المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل في التيه تحمله الملائكة. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. والملائكة عالم غيبي، مخلوقون من نور
لا يأكلون ولا يشربون ودائما يسبحون. وللملائكة قوة خارقة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لأعظم برهان على اصطفاء طالوت ملكا عليكم بأمر الله، إن كنتم حقا مؤمنين ومصدقين بالله ورسله. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة، إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ودعونا الآن نتأمل ونتدبر في بعض فوائد الآية الكريمة. من رحمة الله بالعباد أن يؤيد الرسل بالآيات والعلامات والمعجزات. ما نحن فيه من خير الله قد يسلب منا إن عصيناه. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. السكينة تتنزل على المؤمنين، تثبت قلوبهم وتشرح صدورهم. ومن أهم أسباب نزول السكينة قراءة القرآن وتدبر آياته. نؤمن بوجود الملائكة إيمانا قطعيا لا شك فيه. لا ينتفع بالآيات إلا المؤمنون. نسأل الله العظيم أن نكون منهم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. بعد أن شاهد بنو إسرائيل التابوت تحمله الملائكة بين السماء والأرض، أقبلوا من كل حدب وصوب على ملكهم طالوت، وبدأ على الفور الاستعداد للمعركة، ولم يتخلف إلا كبير أو مريض أو معذور. وبدأ التدريب الشاق والإعداد والإمداد بالسلاح والعتاد والأخذ بجميع الأسباب المادية الممكنة. ثم خرج الجيش بقيادة طالوت من البلاد متجها إلى بيت المقدس للقاء جالوت وجيش العماليق. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فلما خرج طالوت بجنوده من البلاد لقتال العماليق كان عددهم كبير، قيل أنه 80,000. فصار الجيش مسافة طويلة في أرض قاحلة وحر شديد، ونفذ الماء وأوشك الجيش أن يهلك من شدة العطش. ثم كان الامتحان من عند الله. قال لهم طالوت: إن الله مبتليكم وممتحنكم بنهر، وهذا النهر هو نهر الأردن المشهور والذي يعرف بنهر الشريعة والذي يفصل بين الأردن وفلسطين. فمن شرب من ماء النهر فليس مني ولا يصلح للجهاد معي. وكان الغرض من ذاك الابتلاء الشديد هو تمييز القلة المؤمنة الصابرة من جيش طالوت. وهذا هو شأن القادة الأقوياء العقلاء، أن يختبروا جنودهم قبل المعارك حتى يتبينوا حقيقة إيمانهم وقوتهم. ومن لم يطعمه ويشرب منه فإنه مني ويصلح للجهاد معي. ثم كان الاستثناء، فمن اخترف غرفة واحدة أو غرفة واحدة بيده وليس بيديه فإنه مني ويصلح للجهاد معي. فشربوا منه إلا قليلا
منهم. فلما وصلوا إلى نهر الأردن وجدوا الماء عذب حسن بارد، فانكبوا عليه وشربوا منه إلا قليلا منهم. ترى كم عدد تلك القلة المؤمنة الصابرة؟ كان عددهم 318 رجلا. يا ربي، تخلف من جيش بني إسرائيل أكثر من 99%، ورغم أن عدد من فشل في الاختبار كبير جدا، إلا أنه من لم يصبر على العطش فلن يصبر على ويلات القتال. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: شربوا على قدر يقينهم، فشرب الكفار شرب الهيم، وبقي بعض المؤمنين لم يشرب شيئا، وأخذ بعضهم غرفة، ولكن الله عز وجل بارك في تلك الغرفة فروتهم وكفتهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ولما عبر طالوت النهر هو والقلة المؤمنة معه، ورأوا جيش العماليق وكثرة عددهم وعدتهم، قال فريق منهم: لا قدرة لنا اليوم بجالوت وجنوده الأشداء. لم يقولوها هروبا من القتال، وإنما هو الوجل الذي يعتري بعض النفوس عند حضور القتال. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فأجاب الذين يوقنون بلقاء الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. نعم، بإذن الله وأمر الله وإرادته ومشيئته. فالعزيز من أعزه الله، والذليل من أذله الله. وهذه قاعدة صالحة لكل زمان ومكان. القلة المؤمنة الصابرة تنتصر بإذن الله على الكثرة الكافرة الباغية. رحم الله الإمام القرطبي الذي عاصر دولة الإسلام في الأندلس وهي تسير في طريق الضعف والتدهور، فقال: هكذا يجب علينا أن نفعل. والله مع الصابرين. والله مع الصابرين بتوفيقه وتأييده ونصره وحسن مثوبته. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. ودعونا نستعرض الآن بعض الفوائد من الآية الكريمة. صلاح الجيش بصلاح القائد وعلمه وقوته وحكمته. لا بد من مناورات وتدريبات واختبارات قبل المعركة. لا بد من الإعداد والاستعداد بالأسباب المادية والمعنوية لتهيئة الجيوش للحروب، ولكن الأهم
الاستعانة دائما بمسبب الأسباب. الانتصار في المعركة متوقف على الانتصار على النفس. الإنسان وحده ضعيف، فتخير الصحبة المؤمنة العالمة التي تعين على صعاب الحياة. قال الدكتور مصطفى محمود رحمه الله: الدنيا كلها في هذه الآية، فالدنيا هي النهر الذي يجري تحت أقدامنا بما فيه من شهوات ورغبات، فنجد الكثير من يقبل على هذا النهر ويشرب 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 ويخزن ويكنز، فهؤلاء هم حطب الشهوات في الدنيا وحطب النار في الآخرة، وقليل يغترف غرفة ويمضي إلى جنات وأنهار لا أول لها ولا آخر. فلا بد لنا في الدنيا أن نقاوم ما نحب ونتحمل ما نكره. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. صحيح أن الكثرة تغلب الشجاعة، لكنها أبدا لا تغلب أهل الإيمان. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولما ظهر طالوت والذين آمنوا معه لجالوت وجنوده العماليق ورأوا الخطر رأي العين، فزعوا إلى الله بالدعاء والضراعة قائلين: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ودعونا نغوص ونتأمل في ذاك الدعاء العظيم في كل كلمة وفي كل حرف. لماذا عند الدعاء نقول يا رب وليس يا الله؟ لأن معنى كلمة رب السيد والمالك والمصلح والخالق والمدبر والرازق والنافع والضار والمحيي والمميت. بيدك أنت وحدك النفع والضر، النصر والهزيمة، الحياة والموت. أفرغ وأنزل وصب علينا صبرا كثيرا، وأنزل على قلوبنا صبرا عظيما يملأنا ثقة بالنصر. فالصبر هو ركن القتال الأعلى وعدته الأولى، وبه تهدأ النفوس وتسكن القلوب. وثبت أقدامنا واجعلها راسخة في قتال العدو، لا تفر ولا تتزلزل. فثبات الأقدام هو عنوان القوة، وبه يكون تمام النصر. وانصرنا بعونك وتأييدك على القوم الكافرين الجاحدين. يا له من دعاء عظيم يصلح لكل الصعاب والمحن في حياتنا. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ودعونا نتأمل في بعض فوائد الآية الكريمة. المؤمن لا يستغني عن ربه طرفة عين. الصبر مفتاح الفرج، وتمام النصر يكون بثبات الأقدام. وأخيرا كلمة لكل مكروب جارت عليه الدنيا، توجه بنظرك إلى السماء وقل: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. في تاريخ الأمم لحظات خالدة وفاصلة، ومنها تلك اللحظة حيث التقى الجمعان في ساحة المعركة، جيش الإيمان بقيادة طالوت وجيش الكفر بقيادة جالوت. ولجأ المؤمنون إلى الله بالدعاء والرجاء والتوسل. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وخرج جالوت الجبار والطاغية
وكان من أشد الناس وأقواهم، وكان يهزم الجيوش وحده، وكان لا يقدر أحد عليه. خرج يقول: هل من مبارز؟ لم يتقدم أحد. فقال طالوت: من يخرج لمبارزة جالوت ويقتله أزوجه ابنتي وأعطيه نصف ملكي. فخرج من وسط الصفوف فتى صغيرا كان راعيا للغنم دون درع ودون سلاح، وكان لا يحمل إلا مقلاع. كان شجاعا ومقداما لا يهاب الموت في سبيل الله، وكان من أرمى الناس بالمقلاع. كان داود عليه السلام. تعجب جالوت من جرأته وقال ساخرا: أنت تقتلني بالمقلاع؟ فأجاب داود: نعم أقتلك بإذن الله. ثم أخذ داود حجارة من جرابه ووضعها في المقلاع، ثم قال: بسم الله رب إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ثم ألقى الحجارة فأصابت جالوت بين عينيه فقتلته بإذن الله. وكان هذا هو مفتاح النصر، فهزموهم بإذن الله. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. واستجاب الله لدعاء طالوت والذين آمنوا ونصرهم على جالوت وجنوده، وغلبوهم وقهروهم وكسروهم وطردوهم من البلاد. وقتل داود عليه السلام جالوت قائد العماليق. وقتل جالوت كان مفتاح النصر والغلبة للمؤمنين. وكان داود من سبط يهوذا ابن يعقوب من سبط الملوك، وأعطاه ومن الله عليه بالملك الذي كان بيد طالوت والنبوة بعد شمويل. ولم يجتمع الملك والنبوة لأحد قبله من بني إسرائيل، ولم يجتمع بنو إسرائيل على ملك واحد إلا داود عليه السلام. وعلمه الله مما يشاء من العلوم الدينية والدنيوية وعلوم الشريعة وعلوم السياسة وتسيير الملك. وعلمه لغة الطيور وكلام الدواب وصناعة الآلات الحربية وغيرها الكثير من العلوم. فالإنسان لا يستغني عن التعلم سواء كان نبياً أو غير نبي. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. ولولا أن الله تعالى يدفع أهل الباطل بأهل الحق لفسدت الأرض وعمها الخراب. وفي هذا أمر للأخيار في كل زمان ومكان بالوقوف في وجوه الأشرار الذين يسعون للفساد والطغيان في الأرض. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه وأرضاه: ولولا دفع الله بجنود المسلمين لغلب المشركون على الأرض، فقتلوا المؤمنين وخربوا المساجد والبلاد، ولكن الله ذو فضل وإنعام كبير على العالمين وعلى الناس جميعا. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. والآن دعونا نتأمل في بعض فوائد الآية الكريمة. إذا أحسن المؤمن الظن بالله ولجأ إليه فإن الله ناصره.
ما قد تراه مستحيلا فهو ممكن بإذن الله. المعلم الأول هو الله سبحانه وتعالى. المدافعة بين الناس سنة كونية، ولولاها لعم الشر والفساد. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. من الذي أخبر محمد صلى الله عليه وسلم بقصص من آلاف السنين، بقصص بني إسرائيل؟ من الذي أخبره بخبر القوم الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت؟ من؟ ومن الذي أنباه بالملأ من بني إسرائيل الذين قالوا لنبي لهم: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ من؟ من الذي أعلمه بطالوت وجالوت وابتلاء النهر وانتصار القلة المؤمنة على الكثرة الكافرة؟ من؟ ربما قرأ كتابا؟ نعم، ربما قرأ كتابا. لا، لم يكن يقرأ ولا يكتب. ربما جلس إلى معلم أو رجل دين؟ لا، لم يجلس. ربما ألفها وكذب على قومه؟ لا، لم يكن يكذب، وكان يعرف قبل الإسلام بالصادق الأمين. يا لها من حيرة! ولكن هل لذاك القصص أثر في الكتب المقدسة؟ هل هي مذكورة في العهد القديم؟ نعم، بكل تأكيد مذكورة في العهد القديم. إذن من أخبر موسى وعيسى هو من أخبر محمد، من أخبر محمد هو الله. تلك آيات الله. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين. تلك الآيات آيات الله وحجج الله وأدلته وبراهينه، نقصها عليك أيها النبي بالحق والصدق الذي لا ريب فيه. نتلوها عليك بالحق للتدبر والاعتبار والاستبصار والعمل بما فيها من الهداية. نتلوها عليك بالحق الثابت لا يرتاب فيها عاقل، وإنك لمن المرسلين الصادقين الذين أرسلهم الله تعالى بالهدى ودين الحق. وكما نصرنا الرسل من قبلك على الكافرين والمعاندين والجاحدين، ننصرك والمؤمنين. جزاكم الله خيرا. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وإنك لمن المرسلين.